ذكاء في المكاتب الخلفية. توقعت جامعة أكسفورد في 2014 بأن 47% من الوظائف سيتم أتمتتها بحلول عام 2033، ورغم ذلك فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لا يزال منخفضاً ولا يمثل أكثر من 20% من الشركات، ويأتي ما نسبته 40% من التحليلات المالية من هذه التقنيات المنضوية تحت مظلة ما يعرف بالتعلم العميق. تتركز حالياً الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالين رئيسين، وهما التوريدات والتصنيع والتسويق والمبيعات، والأخير يمكن أن يحقق للشركات حول العالم ما تبلغ قيمته أكثر من 2 تريليون دولار. صحيح أن ذلك يقودنا لقاعدة اتبع المال المتبعة في القطاعات الحيوية والكبيرة، ويكشف عن الكثير من الفرص والامتيازات المادية بالدرجة الأولى من وراء هذه القفزات الثورية بقيادة الخوارزميات المتعددة مقابل زيادة كبيرة في حجم البيانات، إلا أننا لا نستطيع إغفال المخاوف من تآكل القطاعات الوظيفية في مجالات مختلفة، إذ أن التوقعات تشير إلى خسائر محتملة تتراوح بين 4 و7% من الوظائف بحلول 2020. أما التحديات الأخرى فهي تطرح تساؤلات حول عناصر الأمان والخصوصية والتحيزات البشرية نحو الخوارزميات إذا ما نجحت الأخيرة في أن تحل محل الأيادي العاملة والعقول البشرية، كما أن هناك الضرورة التي يفرضها الوضع الجديد بإيجاد الخبرات المختلفة القادرة على مواكبة وتبني التطبيقات الجديدة. في الواقع وحسب تجارب شركات مختلفة، فإن الفكرة الحقيقية لا تتعلق بالاستبدال وهيمنة نظام الحاسب إلى حاسب على أسواق العمل وحسب، فهناك طرح مغاير يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً مطلقاً بل داعماً أشبه بقطاع المكاتب الخلفية في الشركات. ويمكن أن أطرح تجربة وكالة الخدمة الإخبارية الشهيرة Associated Press كأنموذج ناجح في هذا المجال، فقد قررت هذه الوكالة البالغة من العمر 170 عاماً في عام 2014 استخدام الحاسب الآلي لكتابة الأخبار القصيرة بشكل تلقائي، والنتيجة كانت إنجاز 3700 قصة خبرية، أي ما يعادل 12 ضعفاً عما يمكن لأي صحفي القيام به، إلا أن ذلك لم يتسبب بفقدان صحفي الوكالة لوظائفهم، وإنما منحهم المزيد من الوقت لكتابة قصص أكثر عمقاً وتميزاً. وهذا مثال ضمن أمثلة كثيرة لقرار استخدام الذكاء الاصطناعي في المكاتب الخلفية لإنجاز الأمور التلقائية التي لا تحتاج إلى تفاعلات بشرية. صفية الشحي.